Use the method of virtual work and determine the horizontal displacement at point A on the angle bracket due to the concentrated force P. هنا في P. The bracket is fixed connected at its support. هنا في fixation. وبالتالي في moment. ده مقداره P في L. هنا يبقى في moment P في L. Consider only the effect of bending. طيب لو رسمنا المومنت على الاليمنت ده هنلاقي P حطينا مثلا اكس واحد يبقى بي في اكس واحد زي ما احنا شايفين كده P كده ده المومنت هنا يبقى بي اكس واحد بالنسبه لده يبقى كونستانت مومنت P في L وهيبقى ثابت هنا P في L هيبقى ثابت P في L لو قطعت في اي حته هيبقى P في L المومنت كده يبقى مثلا ماينس بي في ال او لو فرضت المومنت كده مع الساعة بالمنظر ده هيبقى بي في ال ماينس بي في ال يساوي صفر يبقى المومنت بي ال يبقى هنا بي اكس واحد وهنا بي ال طب لو حطيت واحد بدل البي يبقى واحد اكس واحد وهيبقى واحد ال نفس الشيء ونفس الاتجاهات نفس الإشارات يعني نفس الساينز هيبقى هنا واحد في إكس واحد وهنا واحد في إل فالتكامل عشان أجيب الديفليكشن عند إيه هنقول تكامل الإم نتيجة الفيرشوال لود في الأكتوال مومنت على إي آي طلع الإي آي بره من صفر الإل واحد إكس واحد ده السمول إم والبي إكس واحد ده الأكتوال مومنت في دي إكس واحد ونفس الشيء على البيم الأفقي من صفر ال L بس بدل ما واحد إكس هيبقى كونستانت واحد في L وهنا P في L تكامل ده P X واحد تكعيب على تلاتة يعني P L تكعيب على تلاتة وهنا P L تربيع في L من صفر ال L فلو جمعنا واحد زائد تلت تطلع أربعة على تلاتة P L تكعيب على E I وده الديفليكشن عند نقطة A وفي نفس الاتجاه يعني هيكون في حركة أفقية مقدارها ده في الاتجاه اللي احنا رسمناه اللي هو نتيجة الواحد يونت لود طلع موجب في نفس الاتجاه ما نغيرهوش.